إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا هو الدرس الثالث وهذا الدرس متعلق بمادة أعلام الحديث. احنا قسمناها كده على أساس، يبقى اليوم كده إن شاء الله أخذنا قدر كبير جدا ومهم جدا في علوم الحديث، مصطلح الحديث ومعرفة الرجال ومعرفة أعلام الحديث الذين هم العلماء الذين نرجع إليهم في هذا العلم بجميع فروعه. بطبيعة الحال هذه المادة متعلقة بمعرفة مشاهير علماء الحديث، بطبيعة الحال يقبح جدا أن يكون طالب حديث ولا يعرف العلماء، علماء الحديث، يعني لا يعرف من هو الإمام مالك ولا الإمام أحمد بن حنبل ولا البخاري ولا مسلم ولا أصحاب الكتب السنن الأربعة أو نحو ذلك. هذه المادة خاصة بعلماء الحديث، لكن في هذا الفصل الدراسي الأول اخترنا فقط من مشاهير العلماء، أصحاب كتب الأصول، لنجمع بين معرفة العلماء ومعرفة كتبهم، بحيث إنك تكون على معرفة بالعالم نفسه وبمشاهير الكتب التي صنفها هؤلاء العلماء ومناهج هؤلاء العلماء في تلك الكتب. إيه هي كتب الأصول؟ ما هي كتب الأصول؟ كتب الأصول تسعة، بعض أهل العلم يجعلها كلها أصولا، وبعضهم يجعل بعضها أصولا دون الباقي، لكن مجموع ما قاله أهل العلم في كتب الأصول هذه هي التسعة. ما هي التسعة؟ البخاري، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن النسائي، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن ابن ماجة، مسند الإمام أحمد، موطأ الإمام مالك ابن أنس، مسند الإمام الدارمي. هذه هي التسعة. جميل هذا الكلام. من هذه التسعة ما يسمى بالكتب الستة. ما هي الكتب الستة؟ هي الصحيحان البخاري ومسلم مع السنن الأربعة التي هي النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هذه هي الستة. عندما يقول العلماء هذا الحديث رواه الستة فيعنى إيه بهم؟ هؤلاء. طبعا هذا في الاصطلاح الأشهر، مفهوم؟ وهناك الكتب الخمسة. ما هي الكتب الخمسة؟ هي هذه الستة إلا ابن ماجه. الكتب الخمسة هي الستة باستثناء ابن ماجه. إذن هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذه هي الإيه؟ الكتب الخمسة. ما هي الكتب الأربعة؟ هي السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. مفهوم الكلام ده؟ أقول هذا باعتبار الاصطلاح الإيه؟ الأشهر. هذه الكتب التسعة
كما قلنا مجموع كلام أهل العلم يدل على أنها من الأصول. جزاك الله خيرا. لكن بعضها متفق على كونها أصولا وبعضها مختلف في جعلها أصولا. فأما الكتب الخمسة، ما هي الكتب الخمسة؟ ها؟ البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، هي دي الخمسة. هذه الكتب الخمسة اتفق أهل العلم على أنها أصول، لم ينازع في هذا أحد من أهل العلم. أما الباقي اللي هو سنن ابن ماجه، مسند أحمد، موطأ مالك، مسند الدارمي، فبعض أهل العلم يجعله في الأصول والبعض الآخر لا يجعله في الأصول. طب إيه هو الضابط في جعل هذا الكتاب من الأصول أو من ليس في الأصول؟ ما معنى كونه أصول؟ العلماء يقصدون بكتب الأصول أي الكتب التي جمعت أدلة الإسلام وبخاصة أدلة الأحكام. وفي نظر كثير من أهل العلم أن هذه الأدلة أصولها في الكتب الخمسة، حتى ما كان صحيحا خارج الكتب الخمسة ففي الكتب الخمسة ما يغني عنه. مفهوم؟ يعني لو وجدنا حديثا مثلا في مسند إمام أحمد مثلا وهو حديث صحيح، تجد معناه موجود في حديث أو أكثر في هذه الكتب الخمسة، فلم يعد هذا الحديث أصلا من هذه الحيثية. لماذا؟ لأن له أصل آخر موجود في هذه الكتب الخمسة. فلأجل هذا يعتبر العلماء أن هذه الكتب الخمسة هي الأصول، وما كان صحيحا في غيرها فهو فرع بالنسبة لتلك الأصول. فاهمين يا شباب؟ واضح أنكم فاهمين، عشان كده حتى مش قادرين تقولوا آه ولا لا. فاهمين يا شباب؟ أيوة ما شاء الله سبحانه. العلماء عندما يقولون هذا كتاب الكتب الأصول يضعون ضوابط. أولا أن يكون الكتاب مجردا في الحديث، يعني ليس من الكتب التي تجمع بين الحديث والآثار، بل يكون متخصص في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تجد بعض أهل العلم لم يدخل الموطأ. ليه؟ لماذا؟ لأن الموطأ وإن كان كتابا أحاديثه صحيحة لكن فيه كثير من الآثار عن الصحابة والتابعين، بل وآراء مالك، الإمام مالك نفسه الفقهية، وقالها في أثناء الأبواب. فأصبح الكتاب غير متخصص في السنة، غير متخصص في الحديث، خليط بين الحديث والآثار. مفهوم هذا الكلام؟ فضلا عن أن عن أن الأحاديث التي رواها الإمام مالك في هذا الكتاب موجودة في الكتب الخمسة، فلم يعد في الموطأ شيء جديد ينضاف بإضافة هذا الكتاب إلى كتب الأصول. تعلمون أن كتاب الموطأ صغير، صغير الحجم، أحاديثه قليلة. نعم هي صحيحة، جميل، الأحاديث المسندة التي فيه صحيحة، ولكن هذه الأحاديث التي رواها الإمام مالك في كتابه الموطأ موجودة مفرقة في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. فصار إضافة الموطأ إلى الكتب الخمسة لن يأتي بجديد. مفهوم هذا الكلام؟ عشان كده من أجل هذا لم يعتبره العلماء من كتب الأصول أو بعض أهل العلم.
فهذا ليس تقليلا من شأن الموطأ، ولكن لأن ما فيه موجود في غيره. فهمت يا أخي؟ أيضا من ضوابط جعل الكتاب من كتب الأصول أن يكون الكتاب أغلبه صحيح أو أغلبه محتج به من الصحيح أو الحسن. أما إذا كثرت فيه أحاديث الضعيفة والغريبة والمنكرة فهذا سبب يمنع من جعله في كتب الأصول عند بعض أهل العلم. ولهذا تجد أن أكثر أهل العلم لا يجعلون كتاب سنن ابن ماجه من الأصول لكثرة ما فيه من الأحاديث الإيه؟ الضعيفة، وما كان منه صحيح فهو موجود في الكتب الإيه؟ الخامسة. فأيضا من هذه الحيثية لن يزيد شيئا على الكتب الخمسة. بل يرى الإمام العلائي والإمام ابن حجر العسقلاني عليهما رحمة الله تعالى أن كتاب مسند الدارمي أحسن حالا من سنن ابن ماجة، رغم أن كتاب الدارمي فيه مراسيل وفيه موقوفات وفيه أثر عن الصحابة والتابعين وفيه أحاديث ضعيفة، لكن مع كل ذلك يرى الإمام العلائي والإمام ابن حجر أنه أحسن حالا من كتاب ابن ماجه. مفهوم هذا الكلام؟ أيضا من ضوابط كون الكتاب من كتب الأصول أن يكون كتابا مرتبا على الأبواب عند من يشترط ذلك. لماذا؟ لأن الكتب المرتبة على الأبواب صاحبها يقصد ماذا؟ يقصد إخراج الأحاديث في كل باب ويختار من الأحاديث ما يصلح للاحتجاج أو للاستشهاد. أنا عندما أقول باب كذا وكذا، عندما أخرج حديثا سأخرج حديثا لإثبات صحة هذا الباب وصحة هذه الترجمة وصحة هذا العنوان، وبالضرورة سأختار ما يصلح للاحتجاج به في هذا الباب أو الاستشهاد به، بخلاف المسانيد وهي غير مرتبة على الأبواب. فجامعها أو جامعوها لا يشترطون الصحة أصلا، لأن أصل مقصودهم الجمع وليس الاختيار وليس الاحتجاج أو الاستشهاد. مفهوم؟ هذا هو الأصل في وضع كتب الأبواب والأصل في وضع كتب المسانيد. لكن يستثنى من ذلك بعض الكتب، فمثلا سنن ابن ماجه رغم أنه مرتب على الأبواب هو مرتبته متدنية جدا لكثرة ما فيه من الإيه؟ الضعيف والغريب والمنكر، بل وفيه بعض الموضوعات. وعلى المقابل كتاب مسند الإمام أحمد مرتب على المسانيد وليس على الأبواب، لكن الإمام أحمد انتقى أحاديثه انتقاء شديدا ولم يدخل فيه إلا ما كان صالحا للاحتجاج أو للاستشهاد إلا في القليل النادر. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لابنه عبد الله: يا بني احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. وقد كان، ولا يظن بالإمام أحمد أن يقول هذه الكلمة إلا إذا كان هذا الكتاب قد انتقاه واختاره ونقح أحاديثه. وهو كذلك، وسنتكلم تفصيلا عندما نصل إلى ترجمة الإمام أحمد عليه رحمة الله والكلام على هذا المسند العظيم الذي هو ديوان الإسلام. جميل؟ إذن خلاصة ما نقول إن هذه الكتب التسعة هي كتب الأصول في مجمل كلام أهل العلم أو في مجموع كلام أهل العلم. منهم من يدخل كتابا ويخرج آخر، لكن مجموع كلام أهل العلم يدل على أن تلك التسعة هي التي قيل إنها أصول، ولم يوجد كتاب آخر قال عالم من أهل العلم إنه من الأصول سوى هذه التسعة. لم نجد هذا، لم نجد أحدا أدخل في الأصول كتابا غير هذه الكتب التسعة. اتفقوا على الخمسة واختلفوا في الأربعة الباقية.
وأنا كنت نظمت هذا في الألفية، قلت والكتب الستة فالأربعة مع الصحيحين وأما التسعة فهذه ومالك وأحمد والدارمي وفي الأصول عدد، الكتب الخمسة باتفاق والاختلاف بينهم في الباقي، ومن لديه هذه الأصول كأنما في بيته الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني من فعلا من كان عنده هذه الكتب التسعة فهو على يقين بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده في البيت، لأن كلام النبي وشأن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي بين يديه في هذه الكتب التسعة، وكل حديث صحيح خارج عن هذه التسعة فلا بد أن تجد له أصلا موجود في هذه الكتب التسعة. فاهمين يا شباب؟ وهذا الكلام الذي أقوله مش كلامي أنا، يعني لما بقول مثلا ومن لديه هذه الأصول كأنما في بيته الرسول مش كلامي، ده الإمام الترمذي قال الكلام ده عن شأن كتابه خاصة. قال ومن كان عنده هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. تعالوا بنا نقرأ بعض الأقوال لأهل العلم في ذلك. أنا قلت وهذه الكتب مشتملة على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة وعلى أصولها، بحيث لا تكاد تجد سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي مروية برواية أو أكثر في هذه الكتب، أو لها أصل فيها يدل عليها ويرشد إليها. ولهذا كانت هذه الكتب من اقتناها فكأنما في بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم. وقد قال الإمام الترمذي في شأن جامعه من كان هذا الكتاب في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. من الذي قال هذا؟ الإمام الترمذي بيقول فيما يتعلق بكتابه خاصة، فكيف بالكتب التسعة؟ ولهذا فكل حديث يعد أصلا في بابه لا يوجد في هذه الكتب أو ما يغني عنه ويسد مسده فهو منكر أو معلول. يعني لابد يكون الحديث، أي حديث يصح خارج الكتب التسعة لابد أن يكون له ما يدل عليه ويوافقه في المعنى في هذه الكتب التسعة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في شأن سننه، أبو داود يتكلم عن سننه خاصة وليس عن الكتب التسعة عموما، يقول هو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه. وقال أيضا فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته أي مما أدخلته في هذا الكتاب فاعلم أنه حديث واهي. مين بيقول كده؟ أبو داود. لا، هل يقصد أن كل حديث خارج السنة حديث واهي؟ لا، يقصد كل أصل. ما معنى الأصل؟ أي كل معنى شرعي لا يوجد له نظير في كتابه فهو، فالحديث الذي اشتمل على هذا المعنى حديث ضعيف. يقصد بالمعنى الشرعي أي حكم من الأحكام، لأن كتاب أبو داود متعلق بالأحكام خاصة فيما يتعلق بإيه؟ بالسنن، أي الحلال والإيه؟ والحرام. أما فضائل الأعمال وكدوات والتفسير وغير ذلك فهذا لم يتعرض له أبو داود. حتى إن كثيرا من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عبد الهادي والزيلعي والذهبي وغيرهم كثيرا ما يستدلون على ضعف الحديث وربما على وضعه بخلو هذه الكتب منه. يقول من الأدلة على كونه موضوعا أنه لا يوجد في الكتب التسعة مثلا أو في الكتب الست. وعندي نقول العلماء في هذا الأمر موجودة في تعليقي على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح معايا. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي هذا الكلام قاله في كتاب صيد الخاطر أن من علامات كون، آسف، في بداية كتاب الموضوعات له، أن من علامات كون الحديث موضوعا خلو كتب الأصول منه، أن يكون هذه الكتب ليست لا يوجد فيها ذلك الإيه؟ الحديث. حتى السيوطي في الألفية قال وقال بعض العلماء الكمالي
احكم بوضع خبر ان ينجلي قد باين المعقول او منقولا خالفه او ناقض الاصول وفسروا الاخير اي مناقضه الاصول وفسروا الاخير حيث يفقد جوامع مشهوره ومسند اي لا يوجد في تلك الكتب المشهوره المتداوله فهذا من علامات ايه كون الحديث موضوعا طيب السنن الثلاثه اللي هي ابو داود والترمذي والنسائي وجدنا بعض اهل العلم كالامام البغوي وصفها بان احاديثها حسنه لانه لما الف كتاب المصابيح مصابيح السنه قسم كل باب من ابوابه الى قسمين الاحاديث الصحيحه والاحاديث الايه الحسنه فما كان في البخاري ومسلم وصفه بانه صحيح وما كان في الكتب الثلاثه اللي هي ابو داود والترمذي والنسائي قال انه ايه حسن فمعنى كده ان كتب الاحاديث التي توجد في السنن الثلاثه وليس لها اصل في الصحيحين تسمى عند الامام البغوي بالاحاديث الايه الحسنه هذا المصطلح قيل ان الامام البغوي منفرد به وتعقب في ذلك قال المتعقب لان الكتب السنن فيها الصحيح وفيها الايه الحسن وفيها الضعيف ايضا لكن رد ذلك التعقب بعض اهل العلم كالامام التبريزي والامام الحافظ ابن حجر عليهما رحمه الله بان الامام البغوي انما حكم بمقتضى الغالب يعني اغلب الاحاديث التي وجدت في الكتب الثلاثه وليست في الصحيحين هي من قسم الايه الحسن وما كان منها ضعيفا فان البغوي وان ذكرها الا انه يبين ضعفها يبقى هنا بنى كونها حسانا على ماذا على الغالب ان اغلب تلك الاحاديث من الباب من الحسن وما كان منها ضعيفا فهو قليل يستثنى بالتنبيه عليه مفهوم طيب بعض اهل العلم ايضا وصف هذه الكتب الثلاثه التي هي ابو داود والترمذي والنسائي بانها صحيحه فتجد يقول لك صحيح الترمذي صحيح ابي داود صحيح النسائي فهل هذا التعبير صحيح نحن نعلم ان الصحيح انما هو البخاري و ومسلم اما الكتب الثلاثه ففيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف مفهوم هذا الكلام فكيف وصفها بعض اهل العلم بانها صحاح احنا بنقول هنا ان اراد الواصف لهذه الكتب بانها صحيحه ان اراد ان كل حديث من احاديثها صحيح فهذا وصف غير صحيح لان هذه الكتب فيها الصحيح وفيها غير الصحيح اما ان اراد بالصحه صحه الاصول كما اشرنا يعني ان احاديثها سواء كانت صحيحه او حسنه او حتى ضعيفه لها اصول في غيرها لم تنفرد بحكم وانما لها ما يشهد لها ويدل عليها ويدل على كون المعنى الذي اشتملت عليه معنى صحيح فهذا اصطلاح سائغ مستعمل في كلام اهل العلم لأن أهل العلم قد يقولون صحيح لا يقصدون صحة الحديث إنما صحة إيه؟ أصله أنه له أصل يدل عليه ويرشد إليه ويرجع إليه وإن كان هو نفسه ليس حديثا إيه؟ صحيحا مفهوم هذا الكلام؟ هذه الكتب كتب الأصول كيف نعرف؟ شرط كل عالم من العلماء الذين صنفوا هذه الكتب يعني كيف نعرف شرط أبي داود شرط الترمذي شرط النسائي شرط ابن ماجة شرط البخاري شرط مسلم وهكذا كيف نعرف هنا عندنا طريقتان الطريقة الأولى أن العالم نفسه يصرح بشرط خلاص يقول أنا لا أخرج في هذا الكتاب إلا الحديث الذي فيه صفة كذا وكذا 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 مفهوم؟ كما بيّن ذلك الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة
وكما بيّن الإمام الترمذي عليه رحمة الله في الفصل الذي أفرده في آخر كتابه الجامع. الطريقة الثانية استقراء الكتاب. نحن ذكرنا الاستقراء آنفا، وهو دراسة الكتاب وتفحص الكتاب وتأمل الكتاب ومحاولة فهم طبيعة الكتاب وطبيعة مؤلفه وما هي الضوابط التي يشترطها في الأحاديث التي يدخلها في هذا الكتاب. فنخلص من ذلك بأن هذا العالم في هذا الكتاب اشترط شروطا معينة، أخذنا ذلك عن طريق دراسة الكتاب والنظر فيه والبحث فيه ومعرفة منهج هذا العالم في كتابه هذا، كما صنع العلماء ذلك في كتاب البخاري. البخاري لم يقل شرطي كذا وكذا، ولكن درس الأئمة كتاب البخاري وفهموا منهج البخاري فيه، وكما قالوا ذلك أيضا في كتاب سنن النسائي. فالنسائي لم يفصح عن شرطه، لكن عرف العلماء منهجه في كتابه وشرطه في كتابه عن طريق تأمل هذا الكتاب ودراسته دراسة موسعة. مفهوم هذا الكلام يا شباب؟ مفهوم هذا الكلام؟ هذه مقدمة كانت مهمة جدا. من اللقاء القادم إن شاء الله سنبدأ في الوقوف مع إمام من هؤلاء الأئمة التسعة، نتكلم عن حياته وعن تاريخه وعن ترجمته، ثم نتكلم عن أشهر مصنفاته وعن شرطه ومنهجه في هذا الكتاب الذي صنفه. هل هناك من سؤال أو استفسار؟ تفضل. المسند هو الكتاب الذي تجمع فيه الأحاديث مرتبة على أسماء الصحابة، فتجد الأحاديث التي رواها أبو بكر موجودة في مكان واحد، الأحاديث التي رواها عمر موجودة في مكان واحد، وهكذا، بصرف النظر عن الموضوعات التي اشتملت عليها تلك الايه الأحاديث. أما السنن فهي الكتب التي ترتب على الأبواب وعلى المواضيع، فما يتعلق بالصلاة ثم ما يتعلق بالزكاة ثم ما يتعلق بالصيام وهكذا. مفهوم؟ في أي سؤال آخر؟ إيه، واضح إنك أنتوا فاهمين قوي ما شاء الله. الكتب الثلاثة اللي هي السنن الثلاثة اللي هي أبو داود والترمذي والنسائي، الترتيب الذي يدل على الصحة النسائي ثم أبو داود ثم الترمذي. ماشي، شرط الإمامين فشرط النسائي ثم أبي داود ثم الترمذي، هكذا الترتيب هو ده. فبعد الصحيحين، بعد الصحيحين يأتي النسائي ثم أبو داود ثم الترمذي وابن ماجة في الآخر. تقول ايه؟ ممكن ان اصلي السنن. الصحيحان يسميان بالجوامع، جامع ليه؟ لان السنن تختص بالاحاديث المتعلقه بالحلال والحرام، اما الجوامع يختص بهذا وبغيره مما هو من ابواب الدين، فيدخل فيه كتاب التفسير وفضائل الاعمال وبر الوالدين وبر والصله، كل ما يتعلق بابواب الدين تجده في كتب الجوامع، زي جامع الترمذي وزي البخاري وزي مسلم. فالبخاري ومسلم كتب جوامع لأنها جمعت كل أبواب الشريعة، أما كتب السنن فهي تختص فقط بالأبواب المتعلقة بالحلال والحرام، بالتحليل والتحريم. مفهوم؟ إيه تاني؟ في عندنا كتب أخرى اسمها كتب المصنفات شبيهة بكتب السنن، ولكن فيها الأحاديث عن رسول الله وفيها الآثار عن الصحابة والتابعين، زي مصنف ابن أبي شيبة ومصنف الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.